عن قضيتها هي عاوتاني يعني ديال الملكيه البرلمانيه هي تعرض لها مع الاسف. يعني السي مصطفى الرميد انا بغي نقول انا السي مصطفى الرميد راه ما قال حتى حاجه جديده بالنسبه لي، لانه هو قال الملكيه البرلمانيه هي الحل، هي الحل ولكن ما كاينش الشروط ديالها. اذا شنو هي انتهى الكلام. احنا ما ننساوش واحد القضيه، سي 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 الرميد يعني كان 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 وزير العدل، وكانت النيابه العامه القضاء كان مستقل تبع لجلاله الملك، سي نورمال يكون تبع لجلاله الملك، لا ما تبعش لجلاله الملك نقول لكم على والله من غير تبع. النيابه العامه كانت تبع لوزير العدل اللي تبع لرئيس الحكومه اللي كيخضعوا للمساءله في البرلمان اللي تابعين لجلاله الملك. هذه النيابه العامه اعطيناها احنا جعلناها من الصلاحيات ديال جلاله الملك. هو الرقيب عليها هو المسؤول عليها. يعني كيفاش؟ انا اش قلت للمغاربه؟ انا ما قلتلهمش انا ضد الملكيه البرلمانيه مطلقا، انا قلت لهم انا ضد الملكيه البرلمانيه التي فيها الملك يسود ولا يحكم. قولوا لي قولوا لي شنو بغيتي؟ الملكيه البرلمانيه انا بهذه المواصفات انا ضدها، لانها كنعتبرها غتكون خطر على المغرب. لانه الحمد لله هذا الملك ديالنا بالصلاحيات اللي عنده المكان اللي عنده باش هذا المغرب شاد. صلحوا لي راه المغرب راه ما فيش غير العداله والتنميه والاحرار ولا البام والاتحاد الاشتراكي، ما فيش شحال ديال المخلوقات وشحال ديال الهيئات، فهمتيني ولا لا؟ دابا باغي غنخلي ما نهضرش معاكم على شي 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 اجهزه وشي يعني غنهضر معاكم غير على المتدينين. دابا المتدينين باش 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 في هذا المغرب بعتاد لي غير هكاك. في الدول الاخرى كلها منوضين الروعه، فين ما شي واحد فهمتيني ولا لا دار شي حياه طويله كان كيبيع شي حاجه شي متلاشيات ولا ما تيبيع والو، لقى شي واحد عطاه شي 1000 درهم قال له بيع البيض ولا شي حاجه وهضر معاه وقال له الله والرسول تيسحب رسول ولا زعيم ولا غدا كيدير شي الحياه ويدير شي رزه فهمتيني ولا لا، ويبداو يجيوه الافكار الغريبه والعجيبه فهمتي ولا لا، هذا عيشها ما نعرف شنو ها ما نعرفش ياك. دابا باش مهدن هذا الشيء كله طبعا كاينه السلطه، ولكن كاين شي سلطه كتهدن الشعب بكامله. كاينه اماره المؤمنين، المجال الديني عنده رئيس ديالو السي الاستاذ ناصر، الاخوان السي ناصر في الجزائر في واحد الوقت في التسعينات كانت اللي في الجبهه ما تيسمحولوش يصلي معاهم الا كان الحزب ديال 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 المجتمع السلمي والعكس صحيح. السي ناصر بلغني الخبر انه في فرنسا بعض المساجد كانوا كيسبقوا العيد ديال الفطر باش يديو الزكاه ديال الفطر. السي ناصر المجال الديني ملي بقى فوضوي غتشوف فيه العجب اللي ما يطيح ليكش على البال، وانا فضلت نهضر غير على المجال الديني اللي انا كنبان كننتمي ليه باش هاد الناس كل واحد شاد تقارو، لانه كاينه سلطه دينيه ممثله في جلاله الملك اللي هو امير المؤمنين والجميع عليه ان يخضع لها في الدين. ولو كان هاد السلطه هادي ما تبقاش لا قدر الله غتولي عندنا الفوضى غير في الجوامع. يمكن دابا تيوقعوا شي مخالفات في المساجد، يمكن دابا تيتعسوا على شي خطيب كيحيدوه بلا ما يكون شي مبرر، يمكن شي كيوقع هادشي ماشي ما كيوقعش، ولكن كاين الحمد لله كاين واحد الامن روحي. اللي بغى يدين كيدين، اللي ما بغاش يدين ما كيدخل فيه حد فهمتيني ولا لا. كاينه سلطه كتحمي هادشي، سلطه فهمتي ولا، هي رجال الامن والقضاء والنيابه العامه والى اخره والى اخره، ولكن هذه السلطه ما يمكنلهاش تكون بوحدها، كاين يرافقها من الناحيه النظريه واحد الوضعيه ديال الاماره.